مباشرة نتواجد هنا نحن الآن على طريق كفر جنة إعزاز، هذا هو الطريق الواصل بين إعزاز وعفرين. نلاحظ هنا انتشار عسكري جديد لقوات الفيلق الثالث التي تتبع بشكل مباشر للجيش الوطني. كما نذكر منذ شهر تقريبا، منذ شهر ونيف اقتحم تحرير الشام إلى نقاط الفيلق الثالث إلى عفرين وكفر جنة وتمت السيطرة عليها، فيما بعد دخلت ثائرون كطرف وسيط إلى المنطقة إلى هنا على كل هذه النقاط من كفر جنة إلى عفرين وانتشرت في المنطقة. إذن اليوم الأنباء تواردت عن إعادة الفيلق الثالث إلى نقاطه وثكناته العسكرية. كما نلاحظ هنا الانتشار بالمعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة هنا، لكن الأنباء التي حصلنا عليها الآن من الفيلق الثالث تقول بأنه لم يتم السماح لهم الدخول إلى النقاط التي كانوا يتمركزوا فيها مثل كفر جنة. نتحدث عنها بشكل رئيسي، نتحدث عن كفر جنة بشكل رئيسي لأن تحرير الشام رفضت دخول الفيلق الثالث إلى المنطقة. وحسب مصدر من الفيلق الثالث تحدث لنا وقال بأنه الفيلق أعطى مهلة لتحرير الشام يومين فقط للسماح له بالعودة إلى مقراته وثكناته العسكرية، وإلا سيدخل بالقوة. هذه الأنباء حصلنا عليها للتو. نلاحظ من جديد هنا الانتشار كما قلت من طريق إعزاز وإلى عفرين، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد يعني معلومات أكثر من التي ذكرناها. هل بالفعل ستتم إعادة الفيلق الثالث إلى نقاطه وثكناته، أم يعني ستبقى الأمور كما كانت عليه؟ إذن نلاحظ هنا الانتشار العسكري هنا الكامل. طبعا أريد أن أنوه إلى أمر، هذه المنطقة كانت فيها ثائرون، يعني كان تواجد فيها ثائرون بعد تقدم تحرير الشام. كما قلت بأنه ثائرون دخلت طرف وسيط. إذن نتجول الآن بعدسة الكاميرا ونلاحظ انتشار العناصر، هذه كلها يعني مقرات للفيلق الثالث. نلاحظ هنا، نعم تماما، نعم نلاحظ هذه هي مقرات الفيلق الثالث. هنالك كل العناصر التي تتواجد هنا على هذا الطريق هي عناصر لقوات الفيلق الثالث، لكن لم تدخل المقرات حتى هذه اللحظة. نعم كما قالوا لنا الآن يعني ما زالوا ينتظرون يعني ما الذي سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة. يعني لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة ما تخفيه الساعات القادمة، هل سيدخل الفيلق الثالث أم لن يدخل. لكن كما قلت إنه الفيلق الثالث أعطى مهلة وقدرها يومين فقط لاستعادة المقرات التي كان قد سيطر عليها سابقا، أو التي كان يسيطر عليها بمعنى أدق. إذا من هنا من كفر جنة، محمد هارو لأورينت نيوز، كفر جنة ريف وحلب الشمالي.